للنيماتوز هنلاقي ان الامبريو اللي بتكون جواها عباره عن لارفا صغيره ادي شكلها. اللارفا دي اسمها تقيل شويه، اسمها ايه؟ اسمها راب دي تي 4 لارفا. راب دي تي 4 لارفا، الاسم ده جاي منين؟ لست لشكل الفوسفيكس بتاعها، مفروض فوق في الاول كده ده الماوس بتاعها وبعدين وراها الفوسفيكس. لو بصينا عليه كده هنلاقيه جزء منفوخ كده بس طولي، وبعدين حته مخنوقه ضيقه قوي، وتحتيها جزء سفيريكال مدور. يبقى الفوسفيكس بصوا تاني كده، ادي الالونجيتد بارت، وادي الكونستريكتد بارت، وادي السفيريكال بارت. الشكل ده من الفوسفيكس بنسميه راب دي تي 4 فوسفيكس، وبالتالي هنسمي اللارفا دي نسبه لشكل الفوسفيكس بتاعها راب دي تي 4 فوسفيكس. يبقى اي امبريو بيتخلق جوه الاج بتاع النيماتود اسمه ايه؟ راب دي تي 4 لارفا نسبه لشكل الاسوفيكس بتاعها. ويا اما يتخلق جوه الاج، يا اما الفيميل تنزله على طول اللارفي اللي احنا سميناهم لارفيفرس فيميلز. خلاص؟ يبقى كده احنا ايه جمعنا الامبريوز اللي بتتكون جوه اي اج من الهيلمان، سواء هي تريماتود ولا سيستود ولا نيماتود. Enough for general characters، ونبتدي نمسك بقى أول نيماتود اللي هي الأسكاريس لامبريكويدز. أسكاريس لامبريكويدز، أسكاريس دي كلمة لاتيني معناها ورم، لامبريكويدز يعني الورم اللي تشبه دودة الأرض، الإيرث ورم. يبقى أسكاريس لامبريكويدز يعني الورم that is similar to the earth worm. ده اسم أو ده جامد أسكاريس لامبريكويدز. مرسومة في الكتاب عندكم بالشكل ده. ده الميل والفيميل، شايفين طولهم قد إيه؟ 20 سم في الأفريج، 25 سم في الأفريج، فدي معناها إنها ورم كبيرة أقدر أشوفها بالنيكد آي. وهتشوفوها في العملي في جار بالشكل ده. تمام؟ طيب أول سؤال بنسأله الجيوغرافيكال ديستريبيوشن، تصورات موجودة فين؟ كتاب عندكم كلمة كوزموبوليتان معناها إن الإصابات موجودة في كل حتة في الدنيا، مش موجودة في مناطق ومناطق، لأ present all over the world. ده الترجمة بتاعة كوزموبوليتان. خلاص بعد كده عاوزين نعرف الأسكار سلامبريكويز دي بتأفكت مين من الكائنات اللي خلقهم ربنا؟ الأسكار سلامبريكويز affects only man. الدودة القدر دي ما تعيش غير في جسم الإنسان، فالإنسان في الحالة دي هنسميه إيه؟ definitive host. يبقى الاسكاريس لامبريكويدز لا يمكن نلاقيها في اي مخلوق من مخلوقات ربنا غير الانسان. مفيش انيمالز، مفيش اي حاجه تانيه. فيبقى definitive host المان اونلي. طيب عايشه فين في جسم الانسان؟ عايشه في السمول انتستين. خلاص؟ طيب اي انسان اهو وعايشه في السمول انتستين بتاعته الاسكاريس لامبريكويدز. برضو كده ايه عشان نتخيل؟ شايفين؟ ده منظار داخل في الهيومن بتاع السمول انتستين، شايفين الاسكارس عامله ازاي؟ زي التعبان كده جوه الهيومن وسايبه في تلويف الانتستين اوف ذا بيشنت. نعم؟ كبرهم هنجيبها تاني انا بس عشان نخلص اهو. المفروض ان الدكتور داخل بالاندوسكوب بالمنظار وداخل معاه شايفين؟ لو احنا نفتكر الصورة دي نبقى نتخيل ان ممكن تعمل ايه في جسم الانسان. شايفين اهو هيمسكها اهو. اوكي؟ مسكها اهو حشتها. نكمل بقى. شفت الورم اللي احنا بنتكلم عنها؟ والمكان اللي بتعيش فيه الهيومن اوف ذا سمول انتستين بتبقى فري، سهل انها تتحرك جوه الهيومن. ملهاش سكرز ولا هوكس زي السيستوز كده وتبقى مثبته في الميوكوزا. طيب العيان ده عشان الدوده دي تبقى موجوده في السمول انتستين بتاعته بيحصل يتعدي ازاي؟ ياكل طبق سلطه والخضار مش مغسول كويس جواه الاكس بتاعه الاسكرز. الاكس دي اسمها ايه يا جماعه؟ الانفكتد ستيج.
migrate لحد ما تبقى قدر في الـ small intestine again. طيب يبقى أول حاجة عاوزين نشوف الأكل اللي نزل في مستول الأسكرس، أكل نزل في مستول observation. لازم نعرف إنها بتنزل في كذا شكل. لما بيكون العيان ده في الـ intestine بتاعته ميل وفيميل، الفيميلز دي هتبقى fertilized، فهتنزل في المستول fertilized egg. أي شكلها؟ تمام؟ مواصفاتها ايه؟ دور التحاليل لازم يعرف كويس جدا. الاج دي متوسطة الحجم 60 في 45 مايكرو، شكلها ايه؟ اوفل، وقشرتها سميكة. بس لو نلاحظ كده ان القشرة دي عبارة عن طبقتين، الطبقة الجوانية سموث والطبقة البرانية محببة، بنقول عليها مامي ليت. يبقى قشرتها سميكة جدا، عشان كده الاج دي تستحمل قوي لما تخرج من جسم العيان، مش بتتحلل بسهولة. ليه؟ لأنها محمية بزيك شل عبارة عن تو لايرز، اللاير الجوانية زيك سموث وبراها ماليتد لاير. بيبقى جواها ايه؟ بيبقى جواها لسه الجليد ما اتكونش، لسه الرابتي فور لارفا ما اتكونتش، لسه جاست اوفر ديفلوبينج سيلز، ولونها بيبقى غامق. يبقى الكالر بتاعها براونش والكونتاكت لسه ايماتيور، مفيش جليد لسه اتكون. دي شكل الاي اللي نازله في الستول بتاع العيان. بعض الاكس لما بتنزل بيبقى الماميليشنز دي معظمها متكسر، في الحاله دي بنقول عليها ديكورتيكيتد اك. يبقى الديكورتيكيتد اك ما هي الا فيرتيلايز اك، بس كل التشينج اللي حصل ان بعض الماميليشنز دي اتكسرت. تمام؟ طيب افرض العيان ده بالصدفه في السمول انتستن بتاعته ادلت فيميلز اونلي، يبقى الفيميل دي مش ما حصلهاش فيرتيلايزيشن، الفيميل دي بتنزل اكس بس بنقول عليها unfertilized egg. يبقى العيان اللي بالصدفه في السمول انتستن عنده فيميلز اونلي هتنزل unfertilized egg. دكتور التحاليل يشوفها في المعمل مختلفه ازاي؟ تبقى اطول شويه، الماميليشنز دي بتبقى اقل شويه، انما بقيه الكاركترز ار ذا سيم. تمام؟ الحاجه المهمه اللي عاوزين نعرفها ان العيان اللي بينزل unfertilized egg ده ما يقدرش يعمل غيره، لان الاج دي ما تقدرش تكمل اللايف سايكل بتاعتها لانها نوت فيرتيلايز. انما العيان اللي بينزل فيرتيلايز او ديكورتيكيت اج في الستول ده قادر ان هو ينقل العدوى غيره. دي نقطه مهمه قوي دكاتره التحاليل اللي بيشتغلوا في الطب الوقائي في وزاره الصحه. فيكم بعد ما نتخرج نشتغل في حته الطب الوقائي، مهمه قوي علشان يقدر يقول المنطقه دي العدوى سهل الاصابه او نقل الاصابه ولا لا، بيشوف الاكس اللي نازله فيرتيلايز ولا انفيرتيلايز. انما الدكتور اللي في المعمل العادي يفحص السول بتاع عيان، لا دي او دي او دي، معناها ان في ديدان في امعاء العيان ده، يبقى العيان ده محتاج علاج. كل انه قادر يعالج غيره او لا دي بره دكاتره التحاليل عارفين. يبقى لو الدكتور لو بيشن جاب في العيادة وعمل له تحليل في المعمل وطلع دي او دي او دي، ده عيان مصاب بالاسكرس لازم ياخد. تمام؟ طيب الاكس دي نازله في الستول او في البيش، ايوه اتفضلي. نعم؟ الاكس دي باي لك اللي هي المفروض انها اللي بينزل القبل اللي جوه اللارفا لما كبرت كلهم عملوا في ميلز، دي بالحظ. على حسب برضه هو كان الوجبه كان فيها كام ايج؟ نعم؟ النظافه قد ايه بتاعت الوجبه والثروه اللي كانت. طيب المهم ان الاكس دي نازله مع الستول اوف ذا ميش، احنا اتفقنا دي ما تقدرش تكمل الانفكشن، انما دي ودي يقدروا يكملوا الانفكشن. الانفكشن عشان هتقلل عشان تقلل
الامبر اللي جوه دلوقتي بقى فري، هيحصل ايه؟ هيمشي جوه الانتستاينال كورتان، وعند السمول انتستين هو عنده القدره انه يبنتريت الميوكوزا بتاع السمول انتستين، وهيدخل مع الفينس سيركليشن، هيعمل زي الشيستوزوميلا بتاع الشيستوزوما، يمشي مع الفينس بلاد، يروح مع الدم اللي شايل كربون دايوكسيد، اللي هارت وهو بيبمب هيبعته لللانز علشان يحصل جاسيس اكشينج. في الشيستوزوما كان الشيستوزوميلا ما بتسيبش البلاد ستريم. انما هنا هتلاقي في اختلاف. بص نشوف مع بعض دلوقتي، اهي اللارفا خرجت اتحركت عملت بنتريشن، مشيت مع الفينس بلاد للرايت سايد اوف ذا هارت، خرجت من بالمونري ارتري، هتوصل فين؟ للكابيلاريز اراوند ذا البيلار. شايفين حصل ايه؟ هتقعد وتريح وتكبر وتقطع عليك الذهب وتخلق واحد جديد، ادي وان مول، وبعدين تكبر كمان تقطع عليك الذهب وتخلق كلمه جديده، المول الثانيه، يبقى هي عملت وان مول وهي في الاكتا واثنين وهي عند اللانز، يبقى من غير ما اذاكر او اصم العيان ده اكيد هيبقى عنده في وقت من الاوقات انفلاميشن في اللانج تيشو، مش كده؟ هيدوب ده قعده وفتره غيرت جلدها مرتين، فاللانج تيشو هتبقى انفلين. فحتى الشيستوزوما هي بتكمل بقى اوكسجينيت بلاد وتمشي مع الدم اللي شايل اكسجين. هنا لا، بعد ما بتكبر وتغير جلدها مرتين بتسيب الكابيلاريز وتخرج المول بتاع الكابيلاري وتخش جوه الالفيرس، يبقى هتسيب السيركولاتري سيستم وتدخل على الريسبيراتري سيستم، ومن جوه الالفيولاي هتمشي في البرونكيوز الرفيع، البرونكس الاكبر التراكيه، والعيان بيبدع ايه الوحده مبلوعه وداخله على الدايجستيف سيستم. دي عايزه توصل فين؟ توصل للسمول انتستن اللي هي سابتها اول مره، بس لما توصل لها في الحاله دي تكون بقت ادلت. نشوف كده مع بعض، هي دلوقتي فين؟ في الكابيلاري حوالين الالفيرس، دخلت كده جوه اهي، والعيان بيطلع ليه وبتبقى سواله، ودخلت على الدايجستيف سيستم، دي لارفا بتكتب زي الاج ساكنه، وصلت خلاص للمكان اللي سابته اول مره. في الحاله دي بقى بتغير جلدها للمره الرابعه والاخيره، وتكون اتحولت لادلت ستيج. خلاص العيان ده خلاص السمول انتستن عنده ادلت اسكرس، ولما يحصل فيرتيلايزيشن بين الميل والفيميل هتنزل الاكس فيستو. يبقى دي الرحله اللي بتعملها الاسكرس في جسم العيان. يبقى من هنا اقدر استنتج الباثوجينيز، ايه الاضرار اللي بتحصل؟ في اضرار نتيجه الهايدريشن، ومين الاورجان اللي بتسمنها اللي بتتبهدل اكتر؟ اللانجز. تمام؟ وبعدين لما توصل وتبقى قادره تسمول انتستن اوريكم بتتحرك ازاي. فهتعمل ايه؟ هتربك الميوكوزا بتاع السمول انتستن والفانكشن بتاع السمول انتستن. العنوان ممكن يبقى عندنا يجيله سايلنت ديستربنسز، ممكن يجيله دايريا، ممكن يجيله كونستيبيشن، عمليه الابسوربشن اوف فود هتتاثر. هنعرف بعد كده ان الاسكاريز دي بتفرز انزيمز بتاثر على الدايجيشن بتاع البروتينز. العيان ده يروح لك الدكتور يقول لك دول باكل بروتين وباكل اكل كويس واخس، وعلى طول تعبان، ممكن يبقى عنده نوزيا، ممكن يرجع لانها بتتحرك، ممكن اكسيدنتالي تدخل على الستومك، ممكن تجري وتتحشر في الابندكس، ممكن تجري وتتحشر في الكومن بايل داكت، هي زيها. خصوصا لو العيان خد حاجه عملها اريتيشن. اريتيشن زي ايه؟ لو حرارته ارتفعت، لو خد بعض الادويه، كل الحاجات الدواء بيدخل على الجي اي تي، فيعمل لها اريتيشن ويخلي حركتها عنيفه، وده ممكن لو في كذا واحده ينكعبلوا مع بعض ويسدوا اليومن، العيان ده يخش في انستاينال اوبستراكشن. يعني ممكن يحصل له مشاكل كتيره جدا، ليه؟ عشان هي فري في اليومن اوف ذا سمول انتست. يبقى من اللي احنا قلناه او السلايد ده نقدر نقول ان العيان ممكن يجي لنا في مشاكل اثناء المايجريشن والمتهم اللارفا اللي هي في الكابيلاريز، وممكن يجي لنا في مشاكل ريليتد للقدم الموجود في السمول انتست. نبتدي بقى نشوف اول حاجه في الباثوجينيسيس اللارفا وهي بتمايجريت. المشكله الاساسيه ان اللارفا دي بتسيب الكابيلاريز وتخش جوه الانجلس، ده استفزاز قوي لجهاز المناعه بتاع العيان. دي موجوده في التيشوز، ففي خلايا الميون سيستم بتاعتنا اسمها سيل ديد كوميونيتي، عباره عن سيلز انفلاماتوري سيلز هتبتدي تتجه ناحيه اللارفي اللي عامله المشاكل دي. خلاص، يبقى دي اول حاجه بتحصل.
يبقى اللونج تيشو ده هيبقى انفليمد، هيفقد السبونج كاركتر بتاعه نتيجه الانفلاماتوري سيلز. يبقى الايه دامج ايه باثوجينيسيس، نحفظ بقى ده الكلام ده لازم نتحفظ بقى. هيحصل انتنس لوكال انفلاماتوري رياكشن فين؟ اراوند لاري، فاللونج تيشو كلها هتبقى انفليمد والعيان تشتكي من نيومونايتس. وطبعا احنا اتفقنا من الاول اي ورم اي جودة بتهاجم الانسجه بتاعتنا الاميون سيستم يطلع عدد من الايزينوفيلز بقى اكتر من الطبيعي. ليه؟ لان الخلايا دي بتطلع مواد سايتوكاينز، السايتوكاينز دي مهمتها انها تهاجم الورم وتكسرها. والسايتوكاينز دي لما بتخرج زي ما بتهاجم الورم وتكسرها بتاثر على الاجهزه بتاعتنا، عشان كده العين يجي له ارتكاليا، يجي له سبازم في البرونكاي. سببها السايتوكاينز اللي افرزتها الايزينوفيلز والخلايا بتاعتها اللي هي قصدها انها تهاجم البارازايت. ده اللي بنسميه اميونوباثولوجي، ده هيتشرح بالتفصيل ان شاء الله في نص السنه الثانيه. يبقى العيان ده من ضمن الباثوجينيسيس ان الايزينوفيلز عددها كبير قوي في الجسم. طب العيان هيجي كلينيكال في العيان ده يقول لك ايه؟ العيان هيجي يشتكي من ارتفاع في درجه الحراره، فيفر، مشاكل ريليتد لللانز، ممكن يقول لك عندي كحه، ممكن يقول لك مش قادر اخد نفسي كويس، ممكن لو حاله شديده يدخل في ازمات رعب، ازماتيك اتاكس. ممكن العيان ده يجي لك بحاجه غريبه قوي الليبس بتاعته ايديماتس. كل دي allergic reactions من الافرازات والتوكسنز بتاعت اللارفا اللي هي بتمايجريت في الجسم بتاعه. خلص بقى لو العين ما جالكش في المرحله دي، المرحله دي عدت سموس، ممكن يجي لك بقى بمشاكل related للدايجستيف سيستم نتيجه وجود الادلت سمول انتست. دي اللي احنا بنسميها انتستاينال فيز، واللي سببها الادلت سمول انتست. تاني نحاول كده ان احنا نشوف نفتكر كده ايه الورم. ها هتعمل ايه؟ العيان ممكن يجي لكم شيء من كارك مغص، ممكن من دايريا، ممكن من كونستيبيشن، ممكن عنده نوزيا، عنده فوميتي، الاكل ما بيتنمش كويس اسمه ديسبيرسيا، عنده انتفاخ ديستنشن. كل دي نتيجه الورم اللي قاعده تتحرك في اليوبل بتاع السمول انتستن and disturbing the function of the small intestine. يبقى العيان بيشتكي من digestive disturbances عبارة عن abdominal pain, colic, nausea, vomiting، بيشتكي من distension و dyspepsia. وقلنا عصر الهضم ده mainly لأن الورم دي بتفرز enzymes بتمنع digestion of protein. الاسترس وطبعا البيرستاتيك موفمنت بتبقى افكتد. ممكن يبقى العيان يجي يشتكي من دايريا، وفي عيان يجي يشتكي من كونستيبيشن. ساعات البيرستاتيس بتقف خالص نتيجه الورم اللي عامله اريتيشن. يبقى لو تلاحظوا كده ان العيان ممكن يجي لكم حاجات فيج مش محدده، مش في العياده مش على طول من واحده من دول تقول ده اسكرس، لا بتحط بس اقتراح سجشن ان انا عشان توصل للدايجنوزز ديفينيتيف دايجنوزز تقول ده سبب واسس محتاج المعمل. طيب العيان ده لو ساب نفسه ما اتعالجش ممكن يخش في كومبليكيشنز. الكومبليكيشنز زي ما قلت لكم من سببها الجوده الاسطوانيه الكبيره بطولها 20 سم بتتحرك فري في اليومن اوف ذا سمول انتست. ممكن لو هي بتتحرك وماشيه كده جوه اليومن تروح تكمل سوال يتسم وتتحشر فين؟ في الابندكس. يبقى ممكن العيان يروح المرجس الطوارئ عنده التهاب في الزايده وسببها الورم اللي هي تراب في الابندكس. خلاص؟ يبقى دي اول كومبليكيشن سببها ايه؟ هي عملت تروما دخلت وخبطت في اي حته. ممكن تجري بدل ما يتعب كده تروح طالعه وتتحشر في الكومن باير داكت. العيان ده تسدد الكومن باير داكت يجيلكوا اصفر وجامبس وسببها الاسكرس. ممكن هي دلوقتي
هو اي بارازايت ممكن تعمل له مشكله. زي ايه بقى؟ ممكن لو اتحركت بعنف السوراديك الكتاب عندكم تخرج من الميوكوزا بتاع سمول انتستن، العيان ده يجي له حاجه اسمها بيرفوريشن، وبرضه البكتيريا اللي جوه تخرج وتوصل للبيروتونيوم، وده عنده بيريتونايتس ده ممكن يموت. حاجه فايده لو عددهم كبير زي ما قلنا ممكن تسد اليومن بتاع السمول انتستن والعيان يجي يشتكي من انتستاينال اوبستراكشن. شايفين احنا دلوقتي قدامنا 1 2 3 4 5 كومبليكيشن، في اكتر كمان. المهم عاوزين نفتكر ان الكومبليكيشنز دي بنقول عليها تروماتيك ايفكت، ونتيجه ان الورم دي بقت ريليتد حركته ارتفعت او خد ادويه معينه او خد ادويه التغذيه. هل بس دي الكومبليكيشنز؟ لا، ممكن الحركه بتاعتها لما تبقى عنيفه تروح لفه جزء من السمول انتستن على بعضه. ده فاكرينه ده اسمه ايه؟ مين فاكر؟ اسمه فالفيلس. بارت سمول انتست لفت حوالين نفسها، الورم جوه عماله تتحرك، حصل له كده، ده بيجي له انسداد في الامعاء، ده مشكله. وممكن وهي بتتحرك تروح واخده حته من السمول انتست وتدخلها جوه اللارج انتست، ده اسمه ايه؟ انتستسبشن. كل دي كومبليكيشن. ممكن وهي بتتحرك حركه عنيفه تروح طالعه على الستومك، الستومك تكونتراكت، تروح طالعه من الماوس تطلع من النوز حوالين الصورة معلش واخدة شوية. ممكن في الهيفي انفكشن تخرج من الانس، وطبعا الام بتاخد الطفل بتاعها مرعوبة، الانس خرج منها كمية كبيرة. شايفين؟ خلاص هنغير بسرعة. ناسي يبقى دي كلها كومبليكيشنز ريليتد للقرف اللي هي فري في اليومن او في سمول انتستن. هناخد مجموعة تانية من الكومبليكيشنز، الجودة دي القلق دي المفروض انها ليفنج، وفبتطلع الافرازات بتاعتها دي قلنا باي برودكتس دي توكسنز، وممكن تعمل تستفز الاميون سيستم، وهيحصل الرجيك رياكشنز، وحتى لما الورم دي داي بتموت برضه بيخرج منها انتيجنز، فبيحصل حاجة اسمها توكسيك ايفكت. يبقى التوكسيك ايفكت سببها الورمز سواء هي ليفنج او ديد. التوكسين السموم دي لو اتصلها باسم العيان ممكن يجي له يشتكي من ايه؟ العيان الدكتور مشي مورم، عندي ارتكاليا، مش قادر اخد نفسي، عندي ازمات رب، مش بنام كويس، عصبي زياده عن اللزوم، بتجيلي كونفالجنز، ده عنده ايديما اوف ذا فيس، ده عنده ارتكاليا، ده عنده ايه؟ برونكيال ازمه. يبقى ممكن البيشنت يجي لنا كده في 60 حاجه ممكن تعمل كده، فلازم احط الاسكرس واحده من الديفرنشال دايجنوزز، وسهل جدا ان انا اعمل لها اكسكلوجن والاناليسيس. على فكره برضه دي معلومه بيولوجي بتوع العلوم، حسب ان كل فيميل بتنزل يوميا في الستول اوف ذا بيشنت 200,000 ايج. 200,000 ايج، عشان كده لما هتيجي تشوفوا الدايجنوزز مش محتاجين سيرولوجي، مش محتاجين ان احنا ندور على الانتيجين والانتي بودي، لان الخير اللي نازل في المستول كفايه قوي ان انا اشخص العيان. تمام؟ every female worm per day بتلاقي 200,000 eggs اسكرس eggs. طيب في افكت تاني بقى بنقول ايه؟ احنا اتفقنا ان اللارفا اللي كانت جوه الايه خرجت الجلوكوزا بتاع سكول التسم وعملت الرحله اللي قلنا عليها دي. قال حد كمان لابسه جوه الانجيولاي وبعدين زي اي كائن في بعضهم during the migration يتوب. هيحصل ايه بقى؟ هتروح للاكتوبك سايز. احنا اتفقنا ان اللارف دي جايه مع البينس بلاد، وبعدين هتخرج مع البلاد اللي رايح للكابيلاريز عشان يتخلص من الكربون دايوكسيد ياخد الاكسجين. المفروض اديستاب هي تدخل جوه الانفس، لا ما لحقتش والدم بقى اوكسجينيتد وراح ساحبها معاه اوكسجينيتد بلاد. يبقى كده خلاص تعبت عن الست عمرها ما هتقدر توصل لسمول انتستن، مشيت مع الاكسجينيتد بلاد، خرجت مع الاورطه، يبقى اللارف دي متحشره في الفيسرا اوف ذا بيشن. دي ديزيز مختلفه عن الاسكاريزز، العيان ده مفيش دم في الانتستن بتاعه، مفيش عدد اسكريز، العيان ده عنده كونديشن اسمها فيسرال لارفا مايجرينز، يعني اللارفا بتمايجرين في الفيسرا. طبعا الاورجان اللي اتحشرت فيه هيبقى انفليت، هي
suffer for some time, بعد شهور بعد اسابيع على حسب عمرها it will die والجسم هيعمل لها absorption وهتنتهي المشكلة بتاعته. خلاص؟ يبقى احنا كده عرفنا ان في complications سببها الورم نفسها، في complications سببها الافرازات التوكسنز، وفي complications سببها الدودة اللي هي بتلف تاخد وما قدرتش ترجع انها توصل لسمول انتستن. السمول انتستن ده لها بتاعي الاسترس عمرها ما تبقى ادل ستيج غير لما توصل لسمول انتستن. نيجي بقى نشوف ازاي نشخص عيان عنده اسكرز. قلنا التشخيص يبتدي بارشالي في عياده الدكتور، يعني العيان ممكن يجي لنا في مرحله المايجريشن، يعني هتبقى بيقول عندي كحه بتروح وتيجي مش قادر اخد نفسي، ودي مرحله معناها ان لسه ما فيش قدر. لما بيبقى قدر في سمول انتستن بيجي يشتكي من حاجه اسمها في الكتاب عندكم فيج ابدومينال مانيفستيشن. عيان يجي يقول انا عندي دايريا، عيان يقول انا عندي كونستيبيشن، عيان يقول لي عندي قلق، عيان يقول عندي عسر هضم، ديسبكسيا. فالمانيفستيشنز فيج مش واضحه ومش محدده. المهم لو الدكتور في العياده حطها ديفرنشال دايجنوزز بيطلب مساعده اللاب. هيعمل ايه في اللاب؟ لو هو جاي في المرحله بتاع الكف هياخد عينه من السبيوتم. ايه اللي يدل على ان هي اسكرس؟ ممكن يلاقي في حاجات مع الابدان كده، لان الرافه في الكابيلرز ممكن تخلي شويه فرقعه. وبعدين لو خد السبيوتم ده ممكن اكسيدنتال يشوف فيه اللارفا، طبعا كميه الايزونوفيلز هتبقى عاليه. تمام؟ ده لو جاله في مرحله الايه اللانج مانيفستيشنز. الايزونوفيلز في الكتاب عندكم مكتوب كلمه 20 وبعدين جنبيها 7%. ال 20 ده معناها ان لسه اللارفا بتمايجريت في التيشو بتنسلت اللانجز. During migration هي بتستيميوليت الاميون سيستم فبيطلع ايزونوفيلز كتير. انما لما تبقى ادلت وعرفت اليومنز على سمول انتستن خلاص مفيش مهاجمه للتيشوز. ده هي فكري في اليوم. في الحاله دي الاميون سيستم بيقلل انتاج ومنع الايزونوفيلز وعشان كده بيحصل دروب تو 7%. فهمنا ازاي؟ دي كانت 20 وبعدين نزلت ل 7%. ده بالنسبه للاب. طبعا لو جاي بقى كونستيبيشن دايريا في الاسطول هيلاقي الاكس، وقلنا دي سهله جدا لان الكبير بتحط عدد كبير قوي من الاكس. اكسيدنتالي ممكن العيان يبقى رايح للدكتور او المعمل منتهى الانزعاج، ايه خرجت مع من الماوس بتاعه او خرجت من الاسطول زي ما وريتكم الصور. دي حاجه بترعب العيان وبترعب الاهل ويجروا جاي على الدكتور او على المعمل. خلاص؟ طيب دكاتره الاشعه عندهم حاجات ممكن تساعدنا بالذات في فتره المايجريشن، فتره وهي بتعدي على اللانجز. ممكن يعملوا ايه؟ اول حاجه الاكس راي. دي صوره اللانجز النورمال اللي هي هنا فول اوف اير. هنا لما تكون بقى افكتد واللارفا موجوده في الكابيلرز وبتحاول تدخل انسايد الكابيلرز فبتبان بقى كده. دي الاوبيك نتيجه الانفلاماتوري سيلز اللي حوالين اللارفا والدمج اللي بتعمله شكلها مميز قوي وبيعرفوه دكاتره الاكس راي وبيسموا الكونديشن دي لوفلر سيندروم. لوفلر سيندروم. تمام؟ نيجي بقى في دكاتره تانيين في بتوع الاشعه بيدوا للعيان حاجه اسمها باريوم بيشربوه ماده اوبيك بالبطه. نشوف بطانه هنا دي الاستومك واديك على الانتست. فالحته اللي فيها الورم بتشرب السمنه وتبان اوكي كده ومنها برضه دي دكاتره الاكس راي يقدروا يقولوا ده انا شايف دلوقتي الخيانه او الشادو بتاع الاسكرس موجوده في السمول انتستن او ذيس بيشن. دي التولز اللي عند دكاتره الاكس راي. خلاص؟ الدكتور في العياده بيحط سجشن اقتراح، المعمل تساعده، الاكس راي تساعده، وصل للدايكوزز وتاكد ان العيان ده عنده اسكرس. بيعمل ايه؟ بيديله تريتمنت اسمه البندازول. نحفظ اي حاجه، يحفظ البندازول كويس، يحفظ ميبندازول كويس. اتفقنا في الاول اللي حضروا معايا الدعم قلنا ايه في البار المفروض ان احنا بنحفظ اول اسم دراج، اسم دراج اوف تشويس، مش محتاجين نحفظ الدوز.
عشان to prevent the worms to unwanted activity. التعريف ده موجود في الكتاب عندهم. معناه ايه؟ عشان نمنع الورم انها تعمل حاجه هي مش عايزاها وتدخل في حته وتعمل لي complications ممكن تبقى severe وفيتال. اوكي؟ طيب افرضوا العيان جاي لكم بقى emergency, دكتور جراحه ولا بتاع الطوارئ داخل له عيان عنده سداد في الامعاء. هيعمل ايه؟ في الحاله دي لازم يطلع الورم والعلاج ده في الحاله دي surgical. بصوا اهو برضو لو حبينا كده احنا عم خلصنا يعني نجيبوا على الجراح شايفين؟ وهتلاقوا الانتستاينال كونتنتس الحاجات الكرينش دي وكميه الورمز تبقى متكعبله في اليومن او الستوري تست زي شهر الصوف. ويفضل بقى يمسك الستوري تست في كل حته فيها مسدوده ويروح عامل فتحه صغيره ويبتدي يطلع الورمز. ده عيان دخل في كومبليكيشنز ده عنده انتستاينال اوبستراكشنز. شايفين الورمز طبعا Yeah.
شكلها والدايمنشنز بتاعتها. اوكي؟ شكرا، اتفضل.